من أجل غرس ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني والمحافظة على الصحة العامة، أقيم في محافظة الظاهرة ماراثون العمانية للنطاق العريض للمحافظات، والذي تشرف عليه وزارة الثقافة والرياضة والشباب من أجل تحسين فرص ممارسة الأنشطة الرياضية وتماشيا مع رؤية عمان 2040. إقبال كبير من المتابعين والحضور من أبناء المجتمع ومن مختلف المحافظات أيضا لمتابعة هذا الماراثون، ويهدف الماراثون هو لتعزيز ثقافة الرياضة والنشاط البدني ليصبح نمط حياة، كذلك تعزيز فكرة المشاركة في الرياضة من مختلف شرائح المجتمع. ثلاثة مسارات مختلفة للجنسين سلكها المتسابقون، مسار للأطفال من سن 7 سنوات إلى 12 سنة ولمسافة 2 كيلومتر، ومسار آخر لمسافة 6 كيلومترات للفئة العمرية من 12 سنة فما فوق. الحمد لله استطعت أن أحصل على المركز الأول في سباق 2 كيلومتر للأطفال، وكان هذا السباق شيق ومنافسة جميلة، ومثل هذه الرياضات ساعدنا على ننمي موهبتنا في مهارة الركض. سعيد بفوزي بمركز الأول في 6 كيلو، السباق ما شاء الله كان جيد، المسار جيد، المنافسة كانت قوية، الحمد لله كانت شريفة. أما المسار الثالث فحدد للفئة العمرية من 15 سنة فما فوق ولمسافة 10 كيلومترات، وقد تم اختيار المسار من أمام قلعة السليف بولاية عبري ليكون ترويجا سياحيا للمعالم الأثرية والتاريخية والتعريف بها في محافظة الظاهرة. أخذت المركز الأول في سباق المحافظات للنطاق العماني للنطاق العريض، خصوصا أن هذا السباق يعني اليوم غير تكتيك خاص لي أنا كمنافس في السباقات الماضية، بحكم أن السباق كان في مسارات صعود ونزول، وأيضا في هذه الولاية كان بين القراء، وبصراحة يعني يحتاج تدريب المسار مثل هذا لفترة طويلة. كما صاحب الماراثون قرية ترفيهية للأطفال تضم مختلف الأنشطة الرياضية. وفي الختام تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف السباقات. تظاهرة رياضية شهدت منافسات قوية بين المتسابقين، ومكنت مختلف الفئات العمرية من المشاركة وممارسة الرياضة والنشاط البدني. من محافظة الظاهرة سالم بن هلال الشويلي.